بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يجلس الذباب على ثيابه وراثة له من جده صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك، فقال: أي شيء يعمل الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسل الآخرة؟ ومن كرامته أنه جلس مرة يتوضأ فقدر عليه عصفور فرفع رأسه فخر العصفور ميتا، فغسل الثوب ثم تصدق به عن العصفور وقال: إن كان علينا إثم فهو كفارة. ومن كرامته أيضا أن امرأة أتت بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وتسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف، فرأت يوم النحيل ورأت يأكل بس شعير، ودخلت على الشيخ ووجدت بين يديه أضم دجاجة ملعوقة، فسألت عن المعنى في ذلك، فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها: قومي بإذن الله تعالى الذي هو العظام وهي رميم. فقامت تجاهد سوية وصراها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. الفاتحة. فقال لها: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. ومن كرامته أيضا أنه مر بمجلس ذات في يوم شديد الريح فشوس بسياه على الحاضرين، فقال: يا ريح درسها. فوقع لوقت مقطوعة الرأس فنسل للكرسي وأخذها في يده ومر أخرى عليها وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك. ومن كرامة أن أبا عمر عثمان الصيرفي وأبا محمد عبد الله الكلريم رحمهما الله تعالى قال: كنا بين يدي شبي مدرسة يوم الأحد الثالث صفر سنة 55، فتوضأ الشيخ على قبقابي وصلى ركعتين، فلما سلم صرخ صرخة عظيمة ورمى فتك مقابي في الهواء فغبن على بصارنا، ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى، ثم جلس فلم يتجاسر أحد لنا سؤال، ثم قدم قافلة من بلاد العجم بعد 23 يوما، فقالوا: إن معنا للشيخ نذرا فاستدنا. فقال: خذاه منهم. فأعطونا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخز والقبقاب بعينه، فسألناه من المعنى في ذلك، فقالوا: بينما نحن سائرون يوم الأحد الثالث صفر إذا خرجت علينا رب لهم مقدما، فانتهبوا أموالنا ونزلنا على شفير الوادي، فقلنا: لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا، فما هو إلا ذكرنا، وجعلنا له شيئا فسمعنا صرختين عظيمتين ملات الوادي ورأيناهم دورين، فظننا قد جاءهم مثلهم يأخذهم، فجاءنا بعدهم وقال: تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وانظروا ما قد دهمنا، فأتوا بنا إلى مقدميهم فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فذق مقام متلة بماء، فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا: إن لهذا الأمر نبعا عظيما. ومن كرامة أنه جاء رجل من السهل له أولاد سنة المعزمين، فقال الشيخ: هذا مارد من وادي سرنديب اسمه خانس، فإذا سنقل في أذنها: يا خانس عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. المقيم بغداد يقول لك: لا تهلك. فذهب رجل غاب 20 سنة، ثم قدم وصل أخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه، ولم يعد الصرع إليها إلى الآن. وقال بعد رؤساء التنسيم: مكثت بغداد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة.
ولا يقع في أسران لا أحد فلما مات وقع أسرا. ومن كرامتي أيضا أن ثلاثة بشه جيلا أتوا إلى سيرته قدس الله سرا. فلما دخلوا عليه راوي الإبريق موجها إلى غاية القبلة والخادم واقف بين يديه فنظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين عليه بسبب ترك الإبريق لغاية القبلة وقيام الخادم بين يديه. فوضع شيء كتابا من يده ونظرهم نظرة وللخادم أخرى فوق ميتا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار وطاف الإبريق وهده إلى الكبلة. ومن كرامة أن أبا المظفر هزمت البغداد رجاء إلى الشحمد بن مسلم من تزوج الله تعالى في سنة 21 و500. وقال له يا سيدي قد جهزت لي قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار. فقال إن سافرت في هذه السنة قلت اتخذ مالك. فخرج من عنده مغموما فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وهو شاب يومئذ فقاله ما قاله الشيخ حماد. فقال له سافر تذهب سالما وترجع غانما والضمان عليا في ذلك. فسافر الشباب عبيضا وبدينار ودخل يوما إلى سقاية في حلب لقضاء حاجة الإنسان. وضع الفدين للرف من السقاية وخرج وتركها ناسه وأتى إلى منزلي فألقي للنواس فنام فرى في منامه كأنه في قفر قد خجل عليها العرب وانتهبوها وقتلوا من فيها. وتوانوا فضربه بأربعين فقتله فانتبه فسيا ووجد أسرد ملوك وسبيل ألم ودخل فوق من سقايا فوجدها في مكانها سالما. ورجع إلى بغداد فلما دخل قال في نفسي إن بدأت بشيء مادي فهو الحسن والشيء عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فهو الذي صح كلامه فلك شحمدا في أثناء ترديد الخاطر في سوق سلطان. فقال له يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فإنه محبوب ولقد سأل الله فيك 17 مرة حتى جئل ما قدمك من لقد يقظة مناما ومن الفقريان نسيانا. وأن جاء إلى شيء عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فقال له ابتداء قال لك الشيخ عماد إنني سألت الله فيك 17 مرة وعزة المعبود. لقد سألت الله تعالى فيك 17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر. ومن كرامتي أيضا أن الشيخ والشيخ عبد الله محمد أبا الغنائم الحسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سرا فوجد إنسانا شابا ملقا على كفاه. فقال للشيخ رضي الله عنه يا سيدي اشفع عند الشيخ. فلما ذكره له وابه له بقوله قد وهبته له فخرج الى الرجل ملك عرفه بذلك. فقام رجل خرج من قوه فيه دله في الهواء فرجع للشيخ رضي الله عنه وسالوا انها للرجل. فقال انه مر في الهواء وقال في نفسي ما في بغداد رجل مثلي فسلمته حاله ولولا الشيخ ولي ما رددته له. ومن كرامتي أيضا أن الشمس المعروف في نطاطات البغداد رمى الله تعالى قال يا مفتي شيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. قدس الله سره ونور ضريحا كنت أشتري بالماء أقترك بحاجة له. فخرج ليلة من دري في سفر سنة 53 و500. فناولت بركم فلم يأخذه وقصد باب رسل فأشار إليه فانفتح خرج خجت خلفه وأنا أقول في نفسي إنه لا يشعر بي. ثم انغلق ثم باب المدينة كذلك ثم ما شاء غير بعيد. فإذا أنني بلدت لا أعرفها فدخل مكان قريبا فإذا في ستة من جلق. فلما رأوا الشيخ ختموا وبدروا بسلام إليه والتجت إلى سارية فسميت ونينا من ذلك المكان.
ثم بعد يسرك على ذلك الأنين ثم دخرج القلية التي فيها الأنين وخرج من رجل من ذلك الجانب ودخل سحس مكسوف رأس طويل الشارب فوقف بين يدي شيخ فعد الهدى بالشهادتين وقص رأسه وشاربه وألبسه طاقية وسماه محمدا وقال لستتكم متى يكون هذا بدل الميت فقالوا سمى وطاع ثم خرج وتركم خرجتما ومشينا غير بعيد وإذا نحن عند باب مدى فانفتح كأول مرة ثم أتى باب المدى كذلك فدخل دارا ثم في الغد يجب أن يقرأ فابنتني هيبته فقال يا بني يقرأ ولا عليك فأقسمت أن يبين لي ما رأيت باللمس فقال أما البلد فنهاوان وأما ستة فالبلدان نجبا وأما صاحب الأنين فسبيهم كان مريضا فلما حضر فتجيت وأدروا فتى وأما الذي حمله على تكي فأبو العباس الخادع عليه السلام أخذه ليتولى أمره وأما الذي أخذ الهدى فنصراني من القسطنطينية أمرت أن يكون عوضا عن المتوفى وهو الآن منهم قال أبو الحسن وأخذ الأدل بذلك لهدي مدى معي وقال اهدوي سيسري في حياتي وذكر الشيخ عبد الله الموصلي أن الإمام المستجيب الله أبا المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قد صلى الله سره وسلم عليه واستوصى وضع بين يدي ملا في عصرة ياسين مسرة من الهندام فرند الشيخ فأبى الخليفة اقبلها وألح على الشيخ فأخذ الشيخ كيس منها في يديه وهما غير الأكياس وعصره وعصرهما فسال دما فقال للشيخ الخليفة أما تستحي من الله تعالى أن تأخذ دم الناس وتقابلني به فغسل الخليفة بالحال فقال الشيخ وعزة المعبود لولا حرمة اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم لتردد مجري إلى منزلي قال عبد الله المذكور وشهدت الخليفة عنده يوما فقال للشيخ أريد شيئا من الكرامات من قلبي قال وما تريد قال تفاحا من الغمر ويكون بالعراق فمد الشيخ وده في الهوى فإذا فيها تفاحتان فناول إحداهما وكسه الشيخ التي في يدي فإذا بيضاء تف منها راية المسك وكسر الخليفة الغرفة إذا فيها دودة فقال ما هذه والتي بيدك كما ترى قال كما أرى قال الشيخ يا أبا المظفر هذه لمستها يد الضل ودودت كما ترى وهذه لمستها يد الولاية فطاما وقد تقدمت كسر في الذي جاء أبي الخليفة للشيخ وكرامة أنصى من أن تهصى وعظم أن تستنصى رضي الله عنه وأنا برضاء الرفيع وأمدنا بمدد الوحيد اللهم انشر نفحات الرضوان عليك وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك.